عندما يرفع شخص صوته في العراق نسميه عيار، لكن من أين جاءت وكيف جاءت هذه التسمية؟ سوف نتكلم اليوم عن ثورة العيارين في العراق. يعد العيارين من أبرز الحركات المسلحة التي ظهرت في العصر العباسي ومنتصف العصر السلجوقي، لكن لها تاريخ أقدم بكثير، إذ كان لها دور ظاهر في الفتنة بين الأمين والمأمون، إذ ساندوا الأمين ضد المأمون بعد أن قام المأمون بمحاصرة بغداد. لكن بعد تدهور الأحوال العباسية وسيطرة الدولة السلجوقية، رفع العيارين والشطار شعار لاسترجاع الخلافة للعباسيين لأنهم الأحق، لكنها لم تكن بالحركة المهمة، إذ كانت أشبه بالحركة المراهقة. وأقوى ثورة قام بها العيارين ضد السلاجقة بعد أن قام السلاجقة بتضمين الأراضي، واسمه نظام الإقطاع العسكري الذي ثار ضده العيارين والشطار، حتى سيطروا على أراضي واسعة وكانوا يستولون على أموال الأغنياء ويوزعوها إلى الفقراء بالتساوي. لكنها لم تتعدى الثورة المراهقة، إذ كانت بدون قيادة، حتى جاء قائد استطاع توحيد العيارين والشطار، بالإضافة إلى حركة الصعاليك في الريف اسمه عمر بن شاهي، وأجبر الحكومة السلجوقية على الاعتراف بهم وبسيادتهم. وقد توطأت العلاقة بينهم وبين الخليفة العباسي المغلوب على أمره، الخليفة الناصر لدين الله، وهو المغلوب على أمره من قبل السلاجقة، وقاموا بمناصرته وأسس بهم نظام الفتوى الذي هو أشبه بميليشيا مسلحة للتخلص من النفوذ السلجوقي. وكان هذا التنظيم من عرفاء ونقباء وباقي الرتبة العسكرية، وكرد فعل من الحكومة السلجوقية على هذا التحالف زرعوا بين العيارين والشطار طابور خامس، ادعوا انهم مناصرين للعيارين لكنهم بالحقيقة تابع للسلاجقة، واوجد هذا الطابور الخامس الشرخ بين الحكومة العباسية وبين العيارين والشطار. وبهذا توجه العيارين ضد الحكومة السلجوقية وضد الخلافة العباسية، فأصبحت بطولة خارج القانون. أعلنت السلطنة والخلافة أنهم خارجين عن القانون وهم سرة، وهذا عجل بالقضاء عليهم، وبهذا تنتهي ثورة العيارين في العراق.